نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فالتقوى هي وصية الله تعالى لنا وللأولين وللآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: حم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. ونحن على مقربة من العشر الأواخر من شهر رمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياها، فما أسرع مرور الأيام. بالأمس كنا قد قلنا لكم هذا أول يوم من رمضان، واليوم نحن في اليوم التاسع عشر، وغدا يوم العشرين الذي هو أول أيام العشر. فنسأل الله أن يبلغنا وإياكم العشر، وهذه والله نعمة لا تضاهى ولا تقدر بثمن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فيها نزل القرآن، فيها ليلة القدر، فيها الأعطيات والمواهب والأجر والثواب من الله لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. أنزل إلينا القرآن هدًى وشفاءً، أنزل إلينا القرآن مباركًا. لقد أنزلنا إليكم كتابًا فيه ذكركم أفلا تعقلون. هذا الكتاب هو الذي رفع الأمة، وهو الذي أعز المسلمين، وهو الذي نصرهم، وهو الذي حقق لهم الحضارة التي لا مثيل لها في العالم. إنه كتاب الله سبحانه وتعالى الذي نزل في ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، التي هي خير من ألف شهر. قالت روت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كما ورد في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كان يجتهد وكان يحيي الليل ويوقظ أهله ويشد مئزره، وكان إذا وجد أحداً من أهل بيته كما قال ابن رجب: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان عشرة أيام يدع أحداً من أهله إلا أقامه،
يعني صحاه حتى يقوم ويصلي في أيام عظيمة، أيام العشر أيها الإخوة، ولا ندري هل ندركها مرة ثانية أم يدركنا الموت قبل ذلك. فلنغتنم الفرصة ولننتهز، إذا هبت رياحك فاغتنمها، فما تدري السكون، وإن ظفرت يداك فلا تقصر. والإنسان ما يدري هذه فرصة عظيمة العشر الأواخر كما سنرى بعد قليل. لهذا ورد فيها كثرة العمل وكثرة التقرب والطاعة إلى الله سبحانه وتعالى فيها ليلة القدر، والقدر يعني الشيء العظيم. وقيل فيها تقدر حياة الناس وموتهم وأرزاقهم وآجالهم وأشقياء أم سعداء في ليلة القدر، فهي ليلة عظيمة. تنزل الملائكة حتى لا يبقى موضع قدم في الأرض إلا والملائكة قد ازدحمت فيه، نزلت كلها من السماء. هذه في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. تعلمون ما معنى أنها خير من ألف شهر؟ يعني ليلة القدر ليلة واحدة خير من ألف شهر، ليلة واحدة بألف شهر، وليلتين بألفين، وكل حسنة فيها بألف شهر، ذكر الله فيها بثلاثين ألف مرة إذا أنت قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. إذا فطرت صائما كأنك فطرت ثلاثين ألف صائم في رمضان. إذا فطرت صائم واحد على تمرة، مو شرط تجيب له لحم وشحم وتتخسر، جرعة ماء وحب التمر، كأنك فطرت ثلاثين ألف إنسان. يا الله، ما هذا العطاء، ما هذا الجزاء، ما هذا الثواب. إذا صليت ركعتين في رمضان تطوعا، كأنك صليت ثلاثين ألف صلاة في غير رمضان. إذا تصدقت بليرة في العشر الأواخر هذه المقبلة علينا، فكأنما تصدقت بثلاثين ألف ليرة في غيرها. فكيف إذا تصدقت بمئة أو بألف وما زدت فالله سبحانه وتعالى يجازيك. فالحسنات فيها لا تقدر، ولا يمكن لنا أن نتصور كم أعد الله لنا في هذه العشر من أجور ومن ثواب. تلاوة القرآن، كل حرف تقرأه في العشر الأواخر بثلاثين ألف حرف، بثلاثين ألف حسنة في غير العشر. فالحسنات تضاعف والأجور تضاعف، كما أن المسلم عليه أن يحذر. إذا كانت الأجور تضاعف في العشر الأواخر فإنه خطر على الذي يقع في السيئات وفي المعاصي، كما ورد عن السلف: كما تضاعف الحسنات في أيام المناسبات والمواسم الجليلة، كذلك تضاعف السيئات والذنوب والمعاصي. فليحذر الإنسان من غضب الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هذه تقع التمسوها في العشر الأواخر في الأوتار منه، في ليلة 21 23 25 27 29. فالإنسان يغتنم هذه العشر بكل ما فيها بليلها ونهارها، يكثر فيها من الدعاء، يكثر فيها من الدعاء، ويكثر فيها من ذكر الله عز وجل، لأن الأذكار تضاعف بآلاف المرات وبملايين المرات وبالمليارات
في هذه العشر، فلا تفوتك أيها المسلم أيها المبارك أن تغتنم هذه الأيام الفاضلة الباقية. إن كان قصر الإنسان وغفل وتكاسل وتهاون في العشر الأوائل والعشر الأوسط فليشد مئزره وليحاول أن ينافس. فإن الخيل حين تسابق، حين يكون بينها مسابقة، تبقى للفترة لآخر مرحلة فتعطى أقصى ما عندها لكي تصل إلى الهدف. فأنت في السباق، في سباق الحسنات، في المسارعة في العمل، فضاعف جهودك واغتنم الفرصة ولا تضيع وقتا ولا دقيقة إلا وتذكر الله، إلا وتقرأ القرآن، إلا وتتقرب إلى الله، إلا وتقدم في كل يوم صدقة في هذه العشر الأواخر وتدخرها ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. من يضمن أن يعيش إلى غد أو إلى المساء أو إلى بعد ساعة؟ تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل أنت هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، مو شرط الإنسان يمرض يموت، لا، عم نشوف موت الفجأة على طول، عم تأتيه السكتة على طول، عم تأتيه الجلطة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم مباشرة دون سابق إنذار. لا، ما في مؤشر على أنه جاء الموت على طول بلحظة يأتيه. فكم من صحيح سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من صبي يرتجى طول عمره وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. فالإنسان أيها الإخوة أيها الأحباب أيها الأكارم، أوصي نفسي وأوصيكم باغتنام هذه الأيام المقبلة، لا نضيعها في اللهو ولا في الأشياء التي لا تفيد ولا في الغفلة عن الله سبحانه وتعالى، لنصبر ولنصلي القيام ولنأتي المساجد ولنكثر من تلاوة القرآن. يجب أن يكون لك أقل شيء ختمة أو ختمتين في العشر الأواخر، اجعل لك أوراد من التي وردت عن النبي في التسبيح والتحميد والتكبير والاستغفار والصلاة على رسول الله. أكثر من الدعاء، الدعاء هو العبادة، وكنا قد تكلمنا عن الدعاء. فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم العشر الأواخر وأن يعيننا فيها على طاعته وعلى استثمارها وعلى التقرب إليه، إنه جواد كريم. وأقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، كل حديث وكل كلام لا يتطرق إلى غزة اليوم فهو حديث مبتور، حديث ناقص، حديث بعيد عن هموم الأمة وعن قضاياها وعن أمورها العظام. فغزة يجب أن تكون في قلوبنا وفي عقولنا وفي بيوتنا وعند أولادنا، هي قضية المسلمين. ما يقوم به اليوم الأبطال المقاومون ضد اليهود المجرمين، أعداء الله وأعداء الإنسانية، هو دفاع عن الأمة، هو نيابة عنا. فعلينا أن نغتنم الفرصة بالدعاء لهم وبأن نذكرهم وبأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم. وأنقل لكم كلاما لفضيلة مفتي ليبيا قرأته بالأمس، يقول بارك الله فيه:
لا زال في الأمة علماء ربانيون مصلحون جريئون يقولون كلمة الحق لا يخافون في الله لومة لائم، وإن كان هناك علماء للسلطة وعلماء منافقون، فالدنيا لا تخلو من الأخيار والأبرار. يقول، واسمعوا ما يقول: إذا فسدت السياسة وفسدت بعض المنظومات الدينية كما نرى اليوم، فسدت السياسة وفسدت بعض المنظومات الدينية، فإياكم يا شعوب الإسلام أن تفسدوا، اثبتوا على دينكم، فالكراسي متغيرة لكن الدين ثابت، والعلاقات متغيرة لكن براءتنا من اليهود والعلاقة معهم ثابتة في القرآن الكريم. من لم يحدث نفسه بعداوة اليهود والبراءة منهم فليحذر، فقد يكون منهم وهو لا يعلم. كونوا بقلوبكم مع أهل غزة فإن القلوب تصنع الأفاعيل. كونوا بأيديكم رافعيها بالضراعة في جوف الليل. لهم أنشئوا منصات صاروخية وسهام ليلية تصل إلى أماكنها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ادفعوا المال فإن المال يغير الأحوال. ما قدمه الله في القرآن على النفس في كثير من المواضع، بل يكاد يكون في كل الآيات إلا في موضع واحد: جاهدوا بأموالكم بالمستطاع لا بالمستحيل، جاهدوا بدعائكم، جاهدوا بإعلامكم، فإن المصطفى يقول عن حسان: للسان حسان أشد عليهم من وقع النبل، أي السهام. ويقول صلى الله عليه وسلم لحسان: أهجوهم وروح القدس معك. إياكم أن تقللوا من الإعلام الصادق حتى في بيوتنا وبين بعضنا البعض، لا نكون مثبطين ولا معوقين ولا مخذلين. فلا يمكن أن يكون لسان حسان أقل شأنا من سيف علي أو الزبير. يعني اللسان مثل السيف في المعركة، فمهم جدا الإعلام. وإلا نشوف الآن تعتيم إعلامي، منعت الصهيونية والماسونية أن يتحدثوا عن شيء عن فلسطين. انظروا إلى التآمر العالمي، العالم كله متواطئ ضد الإسلام، كله عدو للإسلام والمسلمين. أيها الإخوة، علموا أبناءكم أن عداوة اليهود ليست مرتبطة بفلسطين فحسب، وإنما هي عداوة أثبتها القرآن منذ أكثر من 1444 سنة. فأحكام القرآن مسلمة ثابتة لا تتغير، ولا قيمة فيها للمعاهدات والمصالحات أبدا. بارك الله فيه، انتهى كلامه. نسأل الله عز وجل أن يهيئ للمجاهدين نصرا قريبا وفرجا عاجلا، وأن يفك الحصار عنهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا نحن في الصندوق المخصص لإغاثة إخوان. وبارك الله فيكم، فقد كان يعني المساهمة والدعم في الأسبوع الماضي شيء طيب، جزاكم الله خير. ونسأل الله أن يستمر هذا. والله هذا رصيد لكم، والله رصيد لكم ستجدونه عند الله، وهذا إبراء لذمتنا نحوهم. نجاهد بأموالنا معهم، نشاركهم أيها الإخوة. فلا تبخلوا، ولا يقول واحد والله لو كان من قوت أولاده، لأنهم لا يجدون شيئا وأنتم تشاهدون وترون أمامكم. وكذلك بارك الله فيكم، ننوه إلى أن المصلى سيستقبل زكاة الفطر النقدية والعينية وزكاة الأموال والصدقات. وكذلك جرت العادة عندنا في شهر رمضان أن نكرم أطفالنا وبناتنا الذين يرتدون هذا المصلى، وهم كثر، يعني أكثر من 50 بنت، وعندنا أولاد كثيرين. وقد أعددنا وأعد الإخوان المسؤولين برنامج خاص لهم، لمن يحافظ على الصلاة والصيام والأذكار وتلاوة القرآن، كل واحد له جدول بحيث يتم مكافأته
وتشجيعه في نهاية رمضان. فلا تبخلوا بارك الله فيكم من أعطاكم من عطائكم من صدقاتكم، نشجع أولادنا لننشئهم على يكونوا جنودا للإسلام في المستقبل إن شاء الله بارك الله فيكم. والمصلى بحاجة والله لدعم أيها الإخوة، والله عليه تكلف، ما في أحد يدعمنا، ما في مؤسسات، ولا يأتينا من 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 الخارج أحد. فبارك الله فيكم، والله يقوم على دعمكم أنتم، على توفيق الله ثم دعمكم، فلا تبخلوا، جزاكم الله خيرا، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين وأن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرجا عاجلا لإخواننا في فلسطين، اللهم فرجا عاجلا للمسلمين في كل مكان. اللهم يا ربنا فرج عن إخواننا، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وانصرهم في غزة يا رب العالمين. عجل لهم بالنصر، عجل لهم بالفرج، عجل لهم بفك الحصار يا الله يا الله يا الله. نسألك في هذه الأيام المباركة وفي هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة أن تجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وأن تنتقم من عدوهم. اللهم انتقم من اليهود المجرمين ومن آزرهم ومن عاونهم ومن شجعهم ومن سلحهم ومن وقف معهم. اللهم انتقم منهم جميعا، اللهم أنزل بهم بأسك وسخطك إله الحق. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كما أريت المسلمين في فرعون وهامان وجنودهما، يا قوي يا عزيز يا حكيم. ثبت المجاهدين وسدد رميهم وأمدهم بمدد من عندك، اللهم أمدهم بمدد من عندك. اللهم تخلى عنهم البشر فلا تتخلى عنهم أنت يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر، أعتق رقابنا ورقاب والدينا يا ربنا، اجعلنا ندرك العشر الأواخر من هذا الشهر يا أرحم الراحمين. ارحم موتانا، اشف مرضانا، أصلح أحيانا، اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم حرم وجوهنا على النار، واجعلنا من عتقاء شهر رمضان نحن وإخواننا الحاضرين ووالديهم والمسلمين أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.